جاهزين؟ واحدة، اثنين، ثلاثة. كلياته سوا نزل مسكر إلا ورقتين، الشاب الديناري والعشرة الاسبات. كل الورق ما في ولا ورقة مفتوحة إلا هدول. كل الكوتشينة تقع على ظهرها ما عدا ال هلو يا أصدقائي الحلوين، اليوم قبل ما نبلش الفيديو وقبل ما نكشف خدعة كريس وقبل ما نتعلمهم، بدي فرجيكم فيديو صغير لشخص هو عالم بريطاني، وهذا الفيديو ما في غيري بالدنيا معه إياه، يعني أنا مأكد 100% منكم ما في حدا معه الفيديو. من حوالي 30 سنة التقى كريس المصري بالعالم البريطاني، ما بعرف إذا سامعين بهذا العالم البريطاني، اسمه جون ماي بيلافيد وايف. فخلينا نشوف هلأ ردة فعله للعالم البريطاني لما التقى بكريس المصري. في أوائل التسعينيات دعوت السيد كريس المصري إلى مكتبي في لندن، وبينما كنا نتحدث قام كريس بخدعة بورق اللعب جعلتني مذهولا حتى الآن. كنت أضع في يدي ورقة الملك القلب، فقال لي كريس شد على الورقة، فشددت عليها، وعندما فتحت يدي وجدتها 5 البقدونس. يا للهول، عندما رأيت هذه الخدعة جننت وقلت في نفسي يا ويلتاه. يعطيكم العافية، معكم إبراهيم عباس المعروف باسم فيو، من العباسيين نحن ولو. يعطيك العافية كريس المصري. فنحن اليوم رح نكشف 3 خدع على كريس المصري ورح نتعلمهم ونشوف كيف عملهم كريس المصري. بالفيديو يلي نزلته كشف خدعة صدام العزي هداك الأسبوع، شكرا لكل التعليقات الإيجابية، والثلاثة من التعليقات يلي وصلتني هدول هن. المهم ما بدي طول عليكم، خلينا نبلش بالفيديو. طيب أصدقائي، خلينا نبلش بالخدعة الأولى. بأول خدعة بيطلب من البنت تختار كارت واحد بعيونها، بعدين بيفتح الورق بهيدا الشكل، بيعطيها الورق بهيدا الشكل وبيقول لها افتحي تليفونك لحتى صورك صورة مع الورق الشدة. صورها صورة، هلأ بيجي لحتى يفرجيها الصورة يلي صورها ياها، هي مسك الورق كله مسكر، طلعوا بيني بالصورة انه هي فاتحة الورقة الشدة بهيدا الشكل، وهم بيقول لها ورقة الشدة منها موجودة، اتفرجي على الورق الشدة، الورق الشدة كله مسكر بس بالصورة مبينة مفتوحة. بيقول لها هون افتحي غطى التليفون، بتفتح غطى التليفون وبتطلع على 3 بقلب الغطى تبع التليفون. طيب كيف عملها كريس المصري؟ شوفوا اسهل نقطة لحتى ركز عليها ونقطة ضعف واضحة جدا جدا، اطلعوا منيح. كريس هو عم بيصورها، ركزوا على الصورة، شوفوا شعرها للبنت، شعرها للبنت لورا، يعني قاعد الشعر على الكتف، اوكي؟ اما بالصورة ركزوا منيح، شوفوا الشعر وين وشوفوا بالصورة وين. ليكوا بالصورة الشعر كيف؟ الصورة مبين انه الشعر نازل لتحت، طب كيف؟ ما انت هلأ صورتها قدامنا، يعني ما في لا كت ولا شيء، ما في قطع بالفيديو. فإذا هيدا معناته انه كريس صورها للبنت صورة قبل ما يبلشوا، فإذا معناته البنت متفقة مع كريس انه تنفذ الخدعة. مثل ما واضح قدامكم الشعر بقلب الصورة غير الشعر عن حقيقي هون. فإذا هي أول شغلة. طيب كيف طلعت الثلاثة بقلب الكفر تبع التليفون؟ ما واضح طالما هو متفق معه، فإذا حاطين 3 قبل ما يبلشوا بقلب كفر التليفون. وبصراحة هيدي نقطة ضعف واضحة يعني بالفيديو كتير. أهم شيء هذا المقطع، إزاي أنا مسك الموبايل، هذا الموبايل بتاعي، أكيد الموبايل بتاعك ولكن متفقة مع كريس المصري يا جميلة. يلا لننتقل إلى الخدعة الثانية. هون كريس المصري بيقول له للشاب، الشاب بيلعب عضلات أبضاي، بيقول له للشاب حملني، جرب حملني، حمله لفوق. هون كريس بيرجع بيقول له رجع امسكني نفس المسكة، حملني من هون وركزوا منيح، ركز في عيني جامد، هيك عم بيقول له، عم بيقول له هلأ حاول ترفعني كده، ما عم يقدر يرفعه، ليكو اجري على الأرض، ما عم يقدر يعلي ولا سنت ولا سنتيمتر. عم بيقول له ايه اللي حصل، اكلتي ولا ايه؟ لا ما اكل شيء، بس ما عم يحاول قد ما في كذا مره وما عم يقدر يرفعه ابدا ابدا. هلا عم بيقول انا رجعته تاني، يعني هو صار فيه يرفعني، ليكو طلعوا رفعوا علي عن الارض، قال له اطلع بعيوني وارفعني، ما عم يقدر يرفعه. يعني كل ما كريس يطلع بعيونه للشخص يقول له ركز، الشخص ما عم يقدر يرفعه. شوفوا شو السر تبع هاي الخدعه، الخدعه بسيطه جدا جدا. شوفوا اول شيء رح اقول لكم شو هو السر، بعدين رح فرجيكم شو صار بهذا الفيديو. السر بالايد تبع الشخص يلي عم يحملكم، شوفوا شو بدكم تعملوا. هون ايد الشخص يلي عم يحمله لكريس،
من هون إذا بتمسكوا من هون، هون في عضلة، إذا بتمسكوا بالإبهام وبتشدوا على هيدي العضلة تبعت الشخص يلا عم يحملكن، الشخص ما رح يقدر يعليكن عن الأرض ولا شوي، وهيدا هو السر بس. فإذا السر كلياته موجود بالعضلة هيدي، بس كريس عم يضغط بأصابعه على هيدي العضلة ما عم يقدر الشخص يرفعه بالهواء أبدا. وتطلعوا حتى قديش واضحة بالفيديو، حقرب لكم الفيديو، عملكن زوم، ركزوا شوفوا بأول مرة لما كريس لكو لما طيروا بالهواء لكو وين إصبع كريس موجود ورا، فرح يقدر يطير. بس هون شوفوا لما تطلع بعيونه، حعملكن زوم، ركزوا منيح، شفتوا إصبعه؟ حأرجع أرجع لكم إياه، ركزوا منيح على الإصبع، شوف كيف بيشد، شد الإصبع على العضلة قد ما يحاول يرفعه ما رح يقدر، وطلعوا إصبعه كيف كل شوي عم بيشد على العضلة، ليكوا على إصبعه لفوق، اطلعوا منيح، هلأ بده يرجع يضغط، ضغط، بس يكون بده يرفعه بيصير بيضغط له على العضلة. وهذا هو السر صراحة بكل بساطة. أما بآخر الفيديو اطلعوا بيقول له ارفعني، بيكون عم يضغط له على أصابعه وبعدين بيشيل إيديه، وكريس عم يعمل هيك مشان يحسسنا أنه نحن الخدعة اللي بنعرفها أنه تضغط على العضلة هي لا مش هيك، أنا عم بعمل شيء تاني. أكيد مليون بالمية متفق مع الشاب. اطلعوا بهيدي القطعة، اطلعوا بالفيديو، شفتوا هيدي القطعة؟ بهيدي القطعة بيكون قال له للشاب، بيقول له ليك خلص انت ما قدرت ترفعني وزبطت الخدعة معك، فبدي منك هلا انا بدي افلت ايدي هيك بالهواء وانت خلص عمول حالك انه ما عم تقدر ترفعني. وحتى الشاب واضح انه قد ما عم بيحاول، طلعوا ما عم بيحاول يحمله، هو بس عم بيشد بايديه هيك بس ما عم بيحاول يحمله لكريس. فاذا الخدعة الثانية هيدي هي، الخدعة الثالثة هي اتقل خدعة بهيدا الفيديو، حضروا. هون بيقول للشاب الاول اختار ورقة بعينك بسرعة، وكل الكوتشينة أرقام عادية يعني الورق الشد طبيعي. الشاب الثاني كمان اختار ورقة بعقلك. هون عم بيقولوا للشاب الأول اسحب أي ورقة براحتك، والثاني اسحب ورقة، الشاب الثالث اسحب ورقة، بدهم يعملوا تجربة. عم بيقولوا ارمي الورقة على الأرض وشوف إنه إذا رميت الورقة على الأرض ممكن تنزل على وجهها أو على القفة تبعها، وهذا المنطق. الأولى وقعت على الوجه يلي زتها، الثانية وقعت على القفا، الثالثة على الوجه، هذا المنطق. عم بيقول للشباب بتقدروا تتحكموا بالورقة إنه كلياتهم يقعوا على الخلف تبع الورقة؟ مستحيل، ما في شخص بيقدر يتحكم فيها. وحتى كريس بيصير بيجرب، بيصير بيمسك الورقة بزتها، هون نزلت على الوجه، هون نزلت على الظهر تبعها، فإذا بتتغير الورقة بس تزتوها على الأرض. وهلا هون بده يصير المقطع الحلو. هون بيقول له شو اخترتوا أي ورقتين، الأربعة والواحد والقص يعني. عم يسأله أنا متفق معك على حاجة؟ قال له لا. طيب طلع هلأ بيرمي الورق بالهواء، ركزوا، كل الورق وقع على ظهره على الخلف إلا الورقتين يلي سحبوهن الشباب ضلوا مفتوحين، وبلشوا الشباب يصرخوا ويركضوا. ليكو ليكو حلوة ردة الفعل، كتير حلوة. أول شيء رح أعملكم الخدعة أنا قدامكم هلأ وبعدين رح أعلمكم إياها دغري. طيب يلي رح نعمله هلا، رح نعمل خدعة مثل ما عمل كريس المصري وبعدين نشرحها كلياتها سوا بالتفصيل. كريس المصري بعد ما سحب ورقة للشخص الأول ورقة للشخص الثاني، بعدين مسك أي ثلاث ورق وعطاهن لثلاث شباب كل شخص ورقة، وقال لهم زدتوا الورقة بالهواء وشوفوا إذا بتنزل على الأرض مفتوحة ولا مسكرة. فمثلا أول شاب جرب نزلت مفتوحة، مثلا ثاني شاب نزلت مسكرة، ثالث شاب نزلت مسكرة، نجرب بين هدول الاثنين كمان مسكرين، جرب إسا مرة، يعني كل مرة بده يطلع مفتوح ومسكر، أوكي؟ هذا هو المنطق بالحياة. طيب مسك هالثلاث ورق كريس وعطاهن للشاب يلي واقف على جنب، بعدين قال لهم هلا بدي أمسك ورق وزدته بالهواء، شوفوا هلا بدهم يطلعوا كلياتهم مسكرين إلا ورقتين مفتوحين، هن هيك عملها كريس المصري. نفترض إنه أنا عم بعمل نفس الخدعة، الشاب الأول منقى 10 سبات، الشاب الثاني منقى شاب ديناري، 10 سبات وشاب ديناري، وأنا بدي أعمل خدعة، جاهزين؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، كلياته سوا نزل مسكر إلا ورقتين، الشاب الديناري والعشرة السبات، كل الورق ما في ولا ورقة مفتوحة إلا هدول، أوكي؟ هلأ رح نتعلم كيف انعملت بالضبط. هلأ الورقتين اللي سحبوها المشاهدين مع كريس يمكن كانوا قص وأربعة، بغض النظر نفترض معنا 10 سبات شاب ديناري، شوفوا كيف كان الورق بإيد كريس، 10 سبات شاب ديناري، 10 سبات شاب ديناري. فإذا على الوجه والقفة نفس الشيء،
يعني هدول كيف ما تزتون حيطلعوا مفتوحين لأنه ما في بقلبهم أفا، ما في بقلبهم أزرق. أما هيدا الورق اللي على الأرض يلي زتيته كلياته سوا بالهواء كلياته شوفوا ما أحلاه، جاهزين؟ مسكر كلياته أزرق، من هون أزرق ومن هون أزرق، كيف ما تزتوا الورق رح يطلع كله مسكر، وهدول كيف ما تزتون رح يطلعوا مفتوحين. هيدا هو السر بكل بساطة. وشو أصلاً اللي بيأكد لي عن هيدا الشيء؟ الوراق الثلاثة أكتر شيء هن بيأكدوا عن هيدا الشيء. وعطى كل ورقة للشاب بعد ما جربوا، أخذ كريس هالثلاث وراق ما حطهم مع الورق الشدة، هيدي نقطة ضعف كتير كبيرة، بالعكس عطى الثلاث وراق للشاب يلي وقف على جنب. فإذا عطى ثلاث وراق لأنه هدول إذا عملهم مع الخدعة ما رح تزبط، وعمل الخدعة تماماً مثل ما أنا قلت. ركزوا منيح، كريس كان معه ورق شدة طبيعي أول شيء، فرجيهم فتح لهم الورق. هون أنا مأكد 100% أنه كريس متفق مع الشباب، وشوفوا حتى الأدلة. شوفوا كان معه ورق شدة طبيعي كريس، بس لما هني وعم بيجربوا يزتوا الورق يرموا الورق على الأرض، طلعوا كريس هون شو بيعمل، طلعوا بإيد كريس اليسار، طلعوا بالإيد اليسار، ركزوا بس على الإيد اليسار هون. شوفوا بدل الورق، طلعوا إيده اليسار صارت ورق، خبى الورق بجيبته. شفتوا كيف عم يعمل هيك؟ خبى الورق بجيبته. شفتوا قديش الكاميرا عم تروح عن كريس؟ الكاميرا عم تجي لعند الشباب، لأنه بيكون كريس متفق مع المصور أنه بس بدي إجي أحكي مع الشباب قل لهم ارموا الورقة ومسوك الورقة اللي على الأرض، روح شوي لعند الشباب فرجيهم الشباب، لأنه بيكون هو عم بيخبي الورق الشدة. جاب ورق شدة، طلع ورق شدة، بس الورقة الأولى اللي فوق ورقة طبيعية. هلأ إذا أنا معي ورق طبيعي ومعي هيدا الورق الشدة، معي آخر رقم رقم 8، إذا بدي أعطيكم رقم 8 بمسك الـ8 وبعطيكم إياها. لا، كريس شو عمل؟ برم الورق كله وعطاهم الـ8. ليش؟ لأنه إذا بيكشف تحت آخر ورقة رح تكون مسكرة، لأنه الورق كلياته مسكر. ركزوا منيح، شوفوا بالـ8، طلعوا على الـ8، برم الورق، شفتوا آخر رقم رقم 8، رجع برم الورق وطلع الورقة بهيدا الشكل. فإذا هو منه قادر يفرجينا شو في تحت الـ8 يلي هو الورق كلياته مسكر. هذا أول دليل. تاني دليل، شوفوا شو بيعمل، وهيدي صراحة نقطة ضعف كمان كبيرة بالفيديو. بيمسك الثلاث ورق الأربع ورق كلياتهم وبيعطيهم للشاب يلي واقف هيدا على اليمين. طيب ليش عم تعطيهم للشاب؟ ليش ما بترجع الأربع ورق على الورق الشدة يلي بإيدك وبتكفي الخدعة؟ بس لأنه إذا رجع الأربع ورق يلي بإيد الشاب ما رح تزبط الخدعة، بتصير ما بتزبط. فطلعوا عطاهم كلياتهم للشاب يلي على اليمين، ركزوا منيح، شفتوهم؟ بإيد الشاب يلي على اليمين هون. وشو اللي أكد لي أكتر أنه متفق معهم؟ أول شيء ردة الفعل منا طبيعية، السما شافوا الورق دغري بلشوا يصرخوا صريخوا يهربوا، ما هلقد بدها. تاني شغلة، شوفوا تاني شغلة شو الدليل، تلاقوا ردة الفعل. خلى الشباب يلموا معه الورق، الشباب ما فيهم يلموا الورق لأنه الورق منه طبيعي. وإذا لاحظتوا قطعوا الفيديو، يعني ما كفوا الفيديو وخلوا الشباب يلموا الورق، ليكوا طلعوا قطعوا الفيديو، هذا الورق يلي بإيدهم حولوه لورق طبيعي، حطوا ورق طبيعي على الأرض وبلشوا يلموا بالورق. هون بيصير بيجرب بالورق الطبيعي إذا بتزبط أو لا. فبصراحة الفيديو واضح وبقلبه نقاط ضعف كتير، فسرت لكم كل نقاط الضعف بالفيديو، وبتمنى يا أصدقاء يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوا ناطر رأيكم تحت بالتعليقات، وهذا كان الجزء الأول، إذا بدكم جزء تاني خبروني بالتعليقات. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، وبنشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة. باي باي.